سامسونج اتهورت وقررت ان هي تعرض جهازها الجالاكسي زي فولد 2 القابل للطي لمدة 100 يوم مجانا للمستخدمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والأخبار عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وتمام. سامسونج من الشركات العملاقة اللي معروف عنها ان هي بتعمل قفزات كده تكنولوجية غريبة، يعني بتعمل حاجات كده بتحرج العمالقة التانيين. واحد من الحاجات اللي هي عملتها هو الاختراع الغريب الجديد بتاعها اللي هو السامسونج جلاسز لايت، اللي هو عبارة عن واقع معزز مع واقع مختلط، حاجة كده ما تخليكش مصدق اللي انت بتشوفه. واحنا اتكلمنا عنها في فيديو هزلك اقتراحه فوق يمين او شمال على حسب لغة اليوتيوب عندك، ونسيبه تحت في ديسكريبشن بوكس. ولكن احنا المرة دي بنتكلم عن حاجة تانية، ان سامسونج قررت تتخطى فكرة ان هي تعمل مبادرات او تعمل حركات جميلة تكنولوجيا، ان هي تعمل حركات جميلة برضو في مجال المبيعات او من ناحية المبيعات، وهو من خلال اطلاقها البرنامج اسمه باي اند تراي، يعني حاجة كده زي عندنا في مصر اللي هو خد فكرة واشتري بكرة مثلا. البرنامج ببساطة هو عبارة عن ان سامسونج في الطبيعي اي جهاز بتشتريه منها بيكون عليه ضمان 15 يوم، الا ان هي قررت تعرض الجهازين بتوعها اللي هم القابلين للطي، اللي هم الجالاكسي زد فولد 2 وال 5G والجالاكسي زد فليب. الاثنين دول هتعرضهم ومعاهم ضمان لمدة 100 يوم. ايه الفكرة في الضمان بقى؟ العادي في الضمان او اللي معروف عنه في الضمان الاجهزة الاندرويد ان لو في اي مشكلة ظهرت في الجهاز بتقدر ترجعه، ولو الجهاز مقفول زي ما هو لكن فجأة كده انت ما فتحتوش لسه، بس فجأة كده اتقفلت منه وعايز ترجعه مفيش مشكلة. الا ان هنا الموضوع مختلف شوية، سامسونج قررت في الحاجة دي ان انت لو دافع قيمة الجهاز مسبقا من خلال الموقع بتاعها تقدر ببساطة انك تاخد الجهاز تجربه، وبعد ما تجربه لو ما عجبكش خلال 100 يوم ما عجبكش اللي هو انت استخدمته اصلا، لكن ما عجبكش خلال 100 يوم تقدر تروح ترجعه وتاخد حقك تالت ومتلت. طبعا هو انت علشان تشترك في برنامج باي اند تراي اللي هو خد فكرة واشتري بكرة ده لازم تكون دافع قيمة الجهاز نفسه او المبلغ مسبقا، يعني لازم تكون انت دفعت المبلغ الاول وبعدين خدت الجهاز. لكن بعد ما بتدفع المبلغ وبتاخد الجهاز بيكون معاك 100 يوم حرفيا تجرب فيهم الجهاز زي ما انت عاوز. مجرد ما تلاقي في اي مشكله، ما عجبكش الجهاز، لقيت نفسك مش هينفعك النوع ده من الاجهزه، تقدر ترجعه بسهوله. طبعا وقت اطلاق البرنامج ده المتحدث باسم سامسونج خرج فيه بيان وقال ان الخطوه دي او المبادره دي هدفها ان الناس تعرف هل لما تشتري الجهاز ده هيكون مناسب ليهم ولا لا، بحيث لو مناسب ليهم يكملوا بيه، مش مناسب احنا عندنا ثقه او تعامل فيه ثقه مع العملاء بتوعنا ان هم في اي وقت يقدروا يرجعوا الجهاز وياخدوا فلوس ومفيش اي مشكله. وبيضيف كمان ان ده جزء من التزام سامسونج بانها تحاول انها تخلي الاجهزه القابله للطي في متناول الجميع. يا سلام على الثقه يا سامسونج والله. البرنامج ده تم اطلاقه على اي جهاز من الجهازين اللي قلنا عليهم لما تيجي تشتريه من خلال موقعهم الالكتروني، ومستمر لحد اول شهر ابريل. وكالعاده بينما نظن ان خلاص الابهار بتاعها وقف لحد هنا، سامسونج بتكمل الابهار من ناحيه المبيعات او في المبادره بتاعتها دي، ان جهاز مثلا زي جهاز الجالاكسي فولد ده المفروض ان هو ب $2000، مبلغ مش قليل، الا انه برضو يعني الراجل ماسك في كلمته اللي هو المتحدث الرسمي، فعلشان كده تقدر تشتري الجهاز ده من خلال موقعهم الالكتروني بحوالي $1500، وكمان بيكون عليه حاجه كده شبه الفاوتشر. بينما السامسونج جالاكسي زد فليب ال 5G ده موجود، سامسونج بتقول انه برضو لو جيت تشتريه من خلال الموقع بتاعهم رغم انه هو متاح ب $1200 تقريبا، لكن تقدر تشتريه جوه عرض برضو بحوالي $650 وبرضو بيكون عليه فاوتشر. وعلشان تطمن العملاء بتوعها بتقول لك انك لما تدخل على الموقع بتاعهم وتيجي تشتري الجهاز ده او الجهاز ده، مجرد ما هتتم عمليه الشراء هيظهر لك نافذه كده فيها اشعار ان هو داخل برنامج الباي اند تراي، وان انت معاك مده 100 يوم حتى بعد ما جربت الجهاز تقدر ترجعه وبس كده. لو انت معاك فلوس وجاهز انك تجرب اجهزه السامسونج القابله للطي تقدر تشتري الجهاز من خلال الموقع بتاعهم بالصفقة المربحة دي، وهيكون معاك 100 يوم تجربه ببلاش. ودي كانت نهاية الحلقة، ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعل الجرس، ولو عندك اي فكرة او اي موضوع عايز تعرف تعمل لهم اي تطبيق او اي موقع او اي حد جاب سيرتهم على الانترنت ولا لا تقدر تزبوني في تعليقات ومش تأخر عليك. نلقاكم على خير.